مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء في قصة القمة في الغرابة. الفقر والحب، حلل وناقش. المكان اللي جيت فيه واحد الخلاء، فيه واحد البراكة صغيرة، فيه سميرة عندها 35 سنة وفيه مصطفى عنده 34 سنة. سميرة كبر منه بعام. حب كبير بيناتهم رغم الفقر رغم المعاناة. إشكالية كبرى كتطرح في الحياة الخاصة قبل ما يتزوجوا، سواء عند مصطفى وعند سميرة. غادي نشوفوا القصة معهم، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، غادي نبدا الموضوع مع مصطفى. مصطفى السلام عليكم. كي داير؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. هاد الخلق وهاد البراكة كيفاش؟ عاود ليا. غنديرو اخويا، احنا مسلكين وصافي. انا عايش مع بنت الناس هادي، راه بغيت نتزوج بها وما عندناش فين نسكنو. رجينا درنا هاد البراكة، سكننا فيها ورحنا معاونين مع الناس، مقابلين لهم هاد البهايم باش يداوروا معنا. وهادشي اللي كاين. يجيبوا لكم هاد البهايم هنايا؟ اش نبقى مقابلهم انا؟ اش نعس لهم بالليل؟ اش يخلصوني باش يتهلاو فيا وصافي. هادشي اللي كاين. انت قبل شنو كيفاش كنتي كتعيش؟ والديك واكش عايش مع الوالدين؟ ماتت الوالده توفات لي صافي، الوالد باع تحول ما بقاش عارف دابا فين كاين. وانا دابا راه بقيت على راسي، تلاقاش مع الدريه هادي، راني واحد جمع على راسي وجمع لي راسي وتوكلوا على الله. هادشي اللي كاين. واختاريتوا هاد البراك؟ وراه هي اللي لقينا، ما لقينا حتى شي بلاصه اخرى. كيفاش كديروا مع الشتا والبرد هنايا؟ الشارع حنا كنباشين دايرين به شارع، حنا مديبانين وصافي. تدخل عندنا المره القطره مره، ما عادش غنديروا. الصبر وصافي. لا ما عرفتش اش غادي نقول لك، والله ما عرفت. حنا كاين الخلا والبراكه، ما لقيناش فين. كون لقينا البديل اخويا راه ما نبقاوش هنايا. حنا ما كنجريو على وريقات، بغينا نجمعوهم، بغينا نتوكلوا على الله، بغينا نمشيو نكريو. وما كرهناش البديل الصراحه، ما كرهناش نخدموا ونتبدلوا. الشيء اللي كاين ما لقيتيش؟ ما لقيتش، نكذب عليك اخويا. هادشي دابا البراكه قلتي قبل من التصوير، قلتي درتيها على قبل سميره باش تبين لها حسن النيه ديالك باللي انت كتبغيها. قلنا ليه الفوق ليه؟ وجا عندنا موالي الارض قال لك حيدوا لي من هنا، وجينا هنا درنا. راه باقي ما جا عندنا حتى واحد، باقي ما دوا. كيف الاول قلتي لي انا البراكه درتها على قبل سميره؟ لا قبلها باش نعيش. عزيزه عليك؟ واه عزيزه عليا، ما نكذبش عليها. هادشي اللي لقيتها في جنبي بو هذا، ما لقيتش شي واحد اخر. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا المضمون كذلك مع سميره. تبعوا معايا، هاجي معايا. مشاهدينا الكرام، هذه هي البراكة. غادي نحاولوا معها. بسم الله. مشاهدينا الكرام، البراكة هي هذه. غادي نشوفوا دابا الموضوع مع سميرة. سميرة حاليا هي كتبكي، عيناك فيهم الدموع. قولي لي اللي بغيتي يا سميرة. اخويا ما عندي ما شنقول. بنادم كيشوف انتما فين عايشين، تبغي خاشكم بحال هكا ولا شي واحد؟ اي واحد كما كان يبغي يعيش بحال هكا، ما شي واحد، اي واحد ما يبغي يعيش بحال هكا. ما لقيت لا خدمه لا والو، بقيت هاد ولد الناس وهو راجلي وهو كل شيء، هو راس تاجي وهو كل شيء. ما لقيتش شي واحد في الدنيا، لقيت هو عايش معايا في الزنقه. راه عايشين في الزنقه، بغينا اللي يتعاون معانا. واش غنقول لك اخويا؟ ما مصطفى عزيز علي، انت هو عزيز عليا، هو راسي وراجلي وكل شيء. واي حاجه يقول لي يلا معايا سكنش، ما قال لي سكنوا معايا في الخلا، سكنش معاه في الخلا. حاج ما عندناش البديل، ما عندناش فين غنسكنوا، ما عندناش فين غنبركوا، ما عندناش. وكنطلب من المحسنين والناس خوش تعاونوا معانا، الله يجازيهم بخير. حاش ما كاينش حتى شي حاجه، شي جمعيات ما لقيناش، شي جمعيه تعاونوا معانا ما لقينا حتى شي حاجه. ما لقينا لا والدين لا والو. انت ما هو قال لي بانه ملي توفات الام ديالو تغيرت الحياه ديالو. قال لي مسكين ما لقاش فين يمشي، ما لقاش. شكون غيلقى خويا؟ قول لي شكون غيلقى؟ ما كاينش بحال الام. الام هي كلشي، الوالدين هما كلشي. انا كبر منه والحمد لله كل شيء داز وكل شيء فات وكل شيء. ما خلينا ما درنا ما تكرفصنا على راسنا والحمد لله. هو تشري في اي حاجه يقول لي عيشي معاه نعيش معاه، حنت راجلي هو غيولي راجلي وغيولي امي وبا وخويا وكل شيء. لقيت معاه السعاده اللي ما لقاتش مع حتى شي واحد، ولقيت معاه كل شيء. وانت ما كتشوفوا الحاله كثير. هذا هو الحب، هو هذا
مشاهدينا الكرام، الحب شيء نبيل خلق الله عز وجل. في خضم الموضوع، إلى توفر الحب الجميع كينحني العاصفة بشتى الطرق من أجل الوصول للمبتغى اللي هو الحياة السعيدة رغم الفقر رغم المعاناة. الكلمة الأخيرة غادي نعطيها لك، قولي اللي بغيتي. سمعتي مرتك اش قالت؟ والله ومن الناس المحسنين يشاونوا معنا وصافي، هادشي اللي كنتمناه. كنتمناو شي حياة زوينة، حياتنا الأولى راه دازت ما حياة موالو، كنتمناو من الحياة آخرتنا أحسن من أولنا، هادشي اللي كنتمناه. الله يفرجها لك يا ربي. يلا اختي عندك شي حاجه بغيتي تضيفي ولادي؟ بغيت نضيف من الجمعيات ومن الناس المحسنين يتعاونوا مع المتشردين، تعاونوا معاهم، راه حتى هما ولاد الناس وقلبهم ابيض. راه واخا تشوفوا مسكين هاز ميكا ولا هاز اي حاجه كيتشمكر ولا كيتقرقاب ولا كيضرب في لحمه، راه قلبه ابيض. تعاونوا معانا، تعاونوا مع كلشي. انا ما كرهتش نتعاون مع كلشي، كون كان عندي ما كرهتش نتعاون مع كلشي، كلشي نعطيه، ولكن الله غالب. كاين الله، الحمد لله الحمد لله. كشي كتصب علينا اي حاجه غتصورها بالليل، اي حاجه غتنتظرها. ما مرتي عندكم شي مسؤول هنا ولا قال لكم شي حل؟ والو، كيجيو عندنا السلطات كيقول لك حيدوا من هنا. كنحيدوا حنا، يلا صوبنا هذا العشه المره، داك الفيديو الاول يلا عاود تحوت من داك العشه ودرت عشه اخرى، عاود غيجي وغايقول لك حيدي من هنا. فين غتمشي؟ مش ما عندك لا فلوس لا دار لا شي حاجه اللي غتسترك. ستر والله سبحانه وتعالى. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا ويديروا شي حل متشردين. الله يفرج عليك الزنقه. مرحبا. الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القمه في الغرابه هذا الملف. هنا مكان الخلاء من جميع النواحي، العلاقه ديال مصطفى بسميره حب نبيل، يضحوا بشتى الطرق من أجل أنهم يقوموا الحياة، إلا أن الظروف لها رأي آخر. كنطلب الله عز وجل وجل مغاربة، كل من ساهم أو ساعد هذه العائلة أجر محسوم عند الله، لأنه هاد الناس القاعدة عندهم رائعة، ولكن كاين المعاناة، ما لقاوش فين يمشيو، ما عندهمش إمكانيات. غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال مصطفى والزوجه ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، دورنا هو ايصال مثل هذه الحالات للمسؤولين بشكل خاص وبشكل عام للمغاربه. الى متى يبقى الوضع بهذا الشكل وحنا في 2021؟ مشاهدينا الكرام، من يستمع لمثل هذه الفئات؟ وهذا هو الشأن الاجتماعي الحقيقي، الى اهتمينا بهاد الناس هادو. مشاهدينا الكرام، سوف ابقى متتبع لهذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.